مشاهدينا، وللحديث أكثر عن إعلان وزارة الصحة فقدانها السيطرة على الحمى النزفية في العراق، معنا من لندن أخصائي طب الطوارئ الدكتور عرفان يونس الشمري. السلام عليكم دكتور. تحية لك يا أخي الكريم، وعليكم السلام ولجميع المشاهدين الكرام. حياكم الله دكتور. بداية، هل قدمت لنا وللمشاهدين شرحا مبسطا عن ماهية هذا المرض الحمى النزفية ونشأة هذا المرض وكيف ينتقل إلى الإنسان؟ هو الحمى النزفية هو عبارة عن موضوع مرض فيروسي ينتقل عبر الدواجن والماشية إلى الإنسان. نعم. وينتقل عن طريق العدوى من شخص إلى آخر. تبلغ معدلات الوفيات ما بين المصابين نحو 40% حسب منظمة الصحة العالمية. مرض فيروسي متوطن بسبب الإصابة بفيروس حمى القرم الكونغولية، هاي إحدى الفيروسات الخطيرة جدا. وهو موجود ليس في العراق فقط وإنما بالمنطقة عامة، وتسجل الإصابات بشكل محدود، بشكل يعني محدودة بشكل سنوي من عقود من الزمن، وقد تؤدي إلى حالة الوفاة بسبب النزف الحاد اللي يصير عند المرضى. الأعراض الأولية الخاصة بالمرض هي الحمى وآلام متفرقة بالجسم. وتصير بعض المرضى يصير عندهم آلام بالبطن، ولما يتطور المرض مرحلة متطورة لاحقة راح يوصل إلى مرحلة النزف من فتحات الجسم، العين، الأذن، الأنف، الإضافة إلى مضاعفات خطيرة قد تصل إلى الفشل الكلوي وفشل الكبد وفشل بقية الأعضاء، وهذه بتؤدي إلى الوفاة. طيب دكتور، يعني شدة الإصابة كيف يمكن التحكم بها داخل المستشفيات؟ شوف، هي المشكلة أخي العزيز أنه بالعراق المستشفيات لا توجد هنالك مستشفيات متخصصة بالأمراض الانتقالية. يعني احنا تدربنا في مستشفى التويثة واللي هي كانت اسمها مستشفى الخطيب، تدربنا بها، هي كانت متخصصة بالأمراض الانتقالية، مستشفى وحدة كانت موجودة في بغداد. الآن في هذا الوضع وفي الزيادة السكانية الموجودة، العراق يحتاج إلى إنشاء مستشفى في كل محافظة، لأنه هو العراق هو موطن للأمراض المتنقلة، فيحتاج إنشاء مستشفيات. أما أن تكون في كل مستشفى هنالك ردها للأمراض المتنقلة، قد تحصل الإصابة ما بين مريض مثلا داخل عدة إصابات بالجهاز التنفسي ويصير عنده الحمى النزفية، قد ممكن أن تحصل إحنا نسمي كروس إنفكشن. طيب هنا ماذا يعني فقدان السيطرة على الحمى النزفية كما أعلنت وزارة الصحة، وما درجة خطورة هذا المرض في العراق؟ وزارة الصحة أعلنت على أنه هي هنالك عدم السيطرة على الحشرة الناقلة للحمى النزفية. طيب. وليس السيطرة على المرض، لأن باعتبار الحمى النزفية تعتبر من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، إحنا نسميها زونوتيك ديزيز. نعم. هذول ما تقدر تسيطر عليهم أخي الكريم، لأنه حيوان وأكو عامل، أكو واسط ما بين الاثنين اللي هو الحشرة اللي هي القرادة. نعم. هذه اللي تنقذ المرض. فوزارة الصحة يعني أعلنت أنه هي عدم ما تقدر تسيطر على هاي الحشرة. المشكلة هي شنو؟ المشكلة أنه في هذا الموضوع بالذات وفي هذا المرض بالذات هنالك ثلاث دوائر خدمية معنية بهذا الموضوع. أو الأول هو وزارة الصحة اللي هي الدائرة البيطرية. اللي أنه وزارة الزراعة العفو اللي هي الدائرة البيطرية، هي هاي الوزارة، هي هاي الدائرة مسؤولة عن اللقاحات، عفوا، عن عمليه يعني غسل الماشيه ورشهم. نعم. وتغطيسهم حتى للحد من الانتشار هاي الحشره. نعم. الجهه الثانيه هي وزاره الداخليه اللي يجب ان تمنع المجازر غير النظاميه وما اكثرها بالعراق الان. نعم. هاي المجازر هي اللي يعني المجزرة هي يجب أن تكون تابعة لوزارة الصحة، للدائرة البيطرية، تحت مواصفات عامة. هسه وين موجود بالعراق؟ قلت مثلا الشعب السريافة، وين ما يروح يلقي له حيوانات هناك بحاطهم ويذبح بيهم. صح. ويوزعهم للحوم. هذه أيضا واحدة من المسائل المهمة اللي يجب على أن وزارة الداخلية تنتبه لها الحد من هذا الموضوع. طيب. الجهة الثالثة يعني وزارة الصحة، واللي احنا قلنا الخلل الوحيد اللي أنا حقيقة أعرف يعني دورت عنه هو عدم وجود مستشفيات متخصصة لعلاج الأمراض الانتقالية.
بالتالي دكتور، ما الذي جعل المرض يقفز إلى هذه الدرجة من الخطورة؟ ينتشر أولاً، قلت لك هاي الأسباب اللي قلت لك عليها راح تؤدي إلى أنه يظهر يصير المرض عند شخص معين، ويبدي هو أصلاً يبدي عند الناس اللي يتعاملون مع الحيوانات. زين، هذا اللي يتعامل مع الحيوانات عنده أهل، عنده أقرباء، عنده أصدقاء، راح ينتشر المرض من عنده إلى بقية الناس. واحد راح ينشر المرض، هو مرض انتقالي، وهذا مرض انتقالي خطير جدا، لأنه فيروس عن طريق السوائل، عن طريق الملامسة، عن طريق هذا ينتقل. فهذا السبب اللي خلى وزارة الصحة تعلن على أنه هنالك زيادة في عدد الإصابات، ويخوفنا لو زادت أكثر خلال فترة الصيف اللي جاي، لأنه راح تصير السيطرة عليها جدا صعبة، يعني صعبة من الناحية التشخيصية أو من الناحية السريرية، لأنه ما عندك يعني أماكن كافية لردهات أو أسرة كافية لاستيعاب العدد المتزايد لهؤلاء المرضى. طيب دكتور، ومن أجل هذه الحالة يعني مدير دائرة الصحة في وزارة الصحة الحالية يقول أنه لابد من اعتبار جميع اللحوم مصابة، بالتالي كيف يمكن الوقاية من هذا المرض والنصائح للمواطنين؟ اللحم هو بصورة عامة يعني ينصح أنه ربات البيوت مثلا لما يتعاملون مع هذا المرض أو مع هاي أي أنواع اللحوم، هو قصده هذا اللي قصدهم، أنه يتعامل مع أي أنواع اللحوم. نعم. يلبسون القفازات اللي نسميها الكفوف، وعملية التقطيع يجب أن تكون في مكان بحيث يكون يعني سريع الغسل والتنظيف. نعم. بمجرد ما تبدأ عملية طهي اللحوم بدرجات حرارة عالية، الفيروس ما راح يبقى، ما راح يعيش، لأن راح ينتهي الفيروس. طيب ماذا عن أدوات التقطيع يعني المستلزمات المستخدمة، كيف يمكن تعقيمها؟ الماء الحار والصابون يعني اللي هو المساحيق اللي احنا نسميها التنظيف العادية اللي المستخدمة، بس بالماء الحار، هذه كفيلة جدا بقتل الفيروس. من لندن أخصائي طب الطوارئ الدكتور عرفان يونس الشمري، شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات.